يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يعبد الله عند قبور الصالحين بقصد أن المكان مبارك؟ هذا لا يجوز، هذا وسيلة إلى الشرك ومخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات. فلا يجوز الصلاة عند القبر سواء بني عليه مسجد أو لم يبنى، لأن هذه صلاة منهي عنها ولا تصح. وقوله إنه مبارك، من اللي يدراه أن هذا مبارك؟ هذا قول على الله بغير علم. نعم.